زينب بيقول المثل الخبز أب والمي أم، صار بيننا خبز وملح، حطي خبزاتك على جبناتي وغيرها من الأمثال الشعبية التي تشي بأهمية الخبز بحياتنا اليومية. فالخبز يمكن هو ممزوج بالسياسة والثقافة والاقتصاد والتاريخ والجغرافيا والعلوم، كافة معجون بعرق المواطن وتعبه. بلادنا بتعشق الخبز ومشتقاته، فلدينا وجبات أساسية متعودين عليها ونحن صغار، من الخبز الحاف، خبز مع الشاي، خبز مع الحليب، هي وجبة الفقير والغني بنفس الوقت. واليوم أصبح رغيف الخبز في بعض البلدان عملة صعبة، بل صعبة جدا، بتوازي العملات الذهبية. أكيد نور، مو بس هالأكلات الطيبة والأمثال الشعبية اللي متعودين عليها، كمان أحيانا يغفل الناس عن إدراك النعم وقيمتها إلا بعد ضياع. رغيف الخبز هو واحد منا، لأنه له قيمة عالية بميزان الاقتصاد المنزلي العربي، وأيضا بلغة البسطاء يعد مفتاح طبعا بتأمين واحدة من أهم الاحتياجات الرئيسية، فهو أول ما طبعا بيفكر الناس بابتياعه عند كل صب صباح أكيد، وهو يعني الرقم الأول على قائمة المشتريات لوفرته وسعره المحبوب لجيوب المواطنين بظل صعوبات الحياة الكثيرة. لنحكي أكثر عن ثقافة استهلاك الخبز، معنا بصباحنا لليوم دكتور آداب عبد الهادي، دكتورة بعلم النفس. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا أهلا، صباح الخير. يسعد صباحك دكتورة. يمكن حكينا بالمقدمة قديش فعلا يمكن الخبز، نحن متربيانين ونحن صغار ومتعودين مع أهالينا أهمية الخبز وقيمة الخبز. نحن صغار كنا ممنوع نكب خبزة، نشوف خبزة على الأرض لازم ناخدها بتلاقيها ونبوسها ونحطها على جنب ونشيلها. اليوم عم نشوف في تناقض بهيدا السلوك، ما عم نعرف قيمة الخبز الحقيقية، ودائما بالسياسة بيقلك أو مفهوم الحروب، لما بدي حارب شعب بيقلك بحارب بخبز ذاته. فهذا التناقض السلوكي اليوم كيف عم نقدر نشوفه؟ يعني نحن مع الأسف الشديد وقت بتكون المادة متوفرة، وقت بيكون سعرها رخيص، الإحساس بقيمتها يقل عند الناس. هي على مبدأ أنه كثرة الشيء فقدت قيمته. كثرة العطاء خلى الشخص غير قادر على الإحساس بهذه القيمة إلا عندما يفقدها. عادة إلقاء الخبز أو رمي الخبز على الأرض أو وضعه أمام حاويات القمامة أو وضعه على رفوف الأبنية على حافة الرصيف، هي عادة سلوكية سيئة جدا اعتاد الناس، وعادة متوارثة. يعني في السابق كانوا بيقولوا، كان ما زال نحن رغم الأزمة اللي نحن عم بنمر فيها بالبلد، إلا أن الخبز تقريبا يعني هو المادة الوحيدة المتوفرة بكثرة، وهو المادة الوحيدة اللي أي مواطن بيقدر يشتريها، وهي المادة الوحيدة اللي لهلأ بعد رخيصة. يعني لهلأ بيقدر الإنسان يروح يجيب قد ما بده خبز من الفرن وبسعر محدود. هي الكم وهي الكترة وهيدا التوفر خلى الإنسان، مش كل الناس، بعض الناس، لأنه هلأ حتى الناس هلأ في بعض منهم يفكر بأني أنا ممكن بكرة ما أقدر أشتري ربطة خبز، مش لأنها غير متوفرة أو سعرها غالي، لأنه الأسعار، لأنه المتطلبات الحياة كثيرة ومدخول الناس قليل، المادة مش موجودة عند كل الناس. لكن الشيء العظيم نحن ببلدنا انه نحن كثرة توفر الخبز، الافران عندنا 24 ساعة عم تشتغل، واي حدا بيروح يجيب الخبز، فلذلك صار الانسان حس انه مادة موجودة، يعني مش كثير انا خايف انه انا مش رح لاقيها، موجود بايديه بكثره، خاصه ما انقطعت، يعني حتى ايام صعبه ما انقطعت ماده الخبز ابدا، اطلاقا ما انقطعت، اطلاقا متوفره وموجوده. لكن الانسان بيقول لك انا ما بقدر اعيش بلا خبز، كمان انا ممكن كب الخبز. يعني هي التناقض بالسلوك. هو شو هو اساسا السلوك؟ اساسا هو السلوك حاله تفاعل بين الفرد الكائن البشري
وبين بيئته ومحيطه. صحيح. هذا التفاعل من وين جاي؟ عادة متوارثة. كيف؟ نعم، هو عادة، حتى عادة سابقا مكتسبة. لأنه حتى كنا بتقلك بنهاية الأسبوع خبي الخبزات على جنب لنعمل فيها التسقية، كنا هاي الثقافة موجودة. أي. نجتمع يوم الجمعة بتلاقينا الخبزات اليابسين، أو ما تنكب خبزاية واحدة بتذكر لهلا بتحطيها على جنب مشان نكسرها ونعمل منها التسقية، نعمل أو فتة بنعمل يوم منها. الجمعة. أي نعم تماما، هي حتى هي العادات هو العادة أو السلوك هو يتم تعلمه بالملاحظة. صحيح. وبالتدريب من دور الكبير. الأم كان دكتورة كمان دور الأم كتير مهم بتقدير احتياجات الخبز وتعليم الأولاد، وهذا الجيل الجديد يمكن اللي ما تعود على هي القصص القديمة اللي نحن يمكن عشناها، على تقدير احتياجات الخبز كمان. هلأ الجيل الجديد مش بس على تقدير احتياجات الخبز، هلأ الأم بما أنها مديرة المنزل والأم هي الوحيدة اللي بتعرف كل واحد بالبيت قديش بيأكل، هذا بياكل خبزتين، هذا ربع خبزة، هذا ثلاث ارباع الخبزة. صحيح. هي اللي بتعرف الأم هذا الشيء، وهي اللي مفروض تقول اليوم بنجيب ربطة أو اثنين. لكن مع الأسف القلق الزائد عند الأمهات، الخوف، يعني شوفي وقت بيصير في عنا مثل بلدنا بحرب، الناس يعيشون حالة من القلق ومن التوتر والخوف من بكرة. أني أنا ممكن بكرة ما لاقي خبزاتي، ممكن بكرة الفرن يسكر. وفي هلأ هي القناعة أو هي الأفكار تأتي إلى الأفراد وتشكل لديهم قلقا واضطرابا من خلال وسائل الإعلام. هلأ الحرب مش بس سلاح، الحرب كمان بالخبز. هلأ بزمانة قالت كونداليزا رايس طول ما هي سوريا عم تنتج قمح مش رح تقدر، يعني رح تبقى إسرائيل وضعها يعني مضطرب. صحيح. فنحن كون الخبز وكون القمح متوفر عنا بكسرة، صار عنا نحن الناس باندفاع بيشتروا كميات زائدة، كميات فائضة. أنا كتير بشوف عالم أسر يلزمها ربطة واحدة في اليوم، أنا بشوف هيك أسر وبعرف أسر بتروح بتاخذ 5 ربطات. طيب هالخمس ربطات بدنا نحكي شوي كمان بصراحة، في بعض الأفران جودة الخبز عندهم أقل من أفران أخرى. صحيح. يعني في بعض الأفران الربطة أخذناها اليوم ثاني يوم صارت منزوعة، ما بنلف فيها سندويشي للأولاد. صحيح. فالأم شو بتساوي؟ الأم بتكب الربطة القديمة وبتجيب الربطة الجديدة وبتروح بتستخدم الربطة القديمة. وين بدها تحط؟ ايه بدها تحطها عند الحاوية الزبالة، او بدها تروح تفرشها على السطح، او بدها تكبها بالزبالة. يعني هذا توفر المادة بكسرة يدفع الناس إلى هذا التصرف. نعم. خلينا لذلك من المفترض أن تكون الأم أكثر حكمة وأكثر اتزانا في استهلاك الخبز وفي تأمين عدد الربطات للأفراد، لأنه هي لو تعرف كل ربطة كبتها وكل رغيف كبته شو عملت وقديش سببت بخسائر. نعم. من هون نحكي شوي عن يمكن مبالغ كتيرة وضخمة طبعا عم تكلف للخبز المدعوم للأفران الآلية، خلينا نحكي فيها شوي وقديه هي القصص عم تسبب خسارات للدول اللي ما عم تدعم الخبز. يعني نحن اليوم في يمكن بادجت دعم حكومي وبادجت معين لتأمين الخبز المدعوم بسعر مناسب لجميع الشرائح. هلأ هو استهلاك الخبز وتكلفة الخبز تكلفة كبيرة طبعاً. هي التكلفة بدنا نجيب ناس مختصين بالأفران وبإنتاج الخبز بيعرفوا هي القصة أكثر، بس أنا حسب معلومات العامة يعني أنه بعرف أنا أنه سوريا تنتج حوالي مليار طن تقريباً مليار طن وكذا مليون طن طحين يومياً، وبعرف أنه حسب بعض الإحصائيات اللي طلعت من وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك أنه أحياناً الفرد يستهلك بين 720 إلى 800 رغيف بالسنة. يعني هذا الاستهلاك ما بده مصاري، ما بده مواد أولية، ما بده مي، ما بده كهرباء طبعاً. ما بده مازوت، ما بده أيدي عاملة، ما بده عمال. فشوفي قديش الربطة تستهلك، وأكيد يعني ثمن الربطة لا يعادل الإنفاق اللي أنفقه عليها. يعني نحن عم ناخده ب50 ليرة، على فكرة 50 إسا لازم تكون ب10، لأنه نحن قد ما بتكون رخيصة يعني حسب مدخولنا. نحن كانت سابقا 5 ليرات ثم أصبحت 10 ليرات، هلأ بهالظرف ب50 مقبول إن شاء الله. إن شاء الله لأنه هي أساسا بتكلف 7 أضعاف هيدا الرقم اللي عم نحكيها. نعم. تكلفة طبعاً. الإنتاج
من ماء وكهرباء وقمح وأيدي عاملة ومازوت وإلى آخره أضعاف أضعاف طبعاً. ما تباع في السوق. لكن نحن كون الدولة يجب يعني الدولة يجب أن تؤمن الخبز لمواطنيها، والحمد لله نحن 24 ساعة الخبز مؤمن. صحيح. والحمد لله حتى الدول المجاورة بياخذوا من عندنا خبز وبياخذوا من عندنا طحين، يعني الحمد لله دائما، وإن شاء الله دائما هالنعمة بتبقى بين إيدينا ودائما لا تزول هذه النعمة. لكن علينا أن نشعر بهذه القيمة، هذا اللي بدي أحكي لك، علينا أن نشعر أن ربطة الخبز ذات قيمة عالية لا نهدرها ولا نكبها. بما حتى نحكي لو عن أهمية قيمة الخبز والشعور بهي القيمة، خلينا نحكي، وحكيتي دكتورة أنه الأم إلى دور كتير كبير بتوعية أولادها، توعية هيدا المفهوم وهي الثقافة. خلينا نحكي من مفهوم علم النفس، قديش فعلا أنا فيني حد من هي الظاهرة من خلال فعلا السلوكيات وتربية أطفالي على هي القيم والمبادئ اللي نحن أساسا ربيانين عليها وما زلنا، يعني أنا بتمنى وما زلت أني ربي أولادي على هي التفاصيل قديش مهمة بحياتنا اليومية. تماما. هلأ نحن من المفترض أنه نعمل شلون نغير العادات السلوكية السيئة عند أبنائنا. صحيح. ونضع بدل عنها عادات سلوكية إيجابية جديدة. هذه تكون من الصغر، من السنوات الحياة، من الطفولة. هلأ شلون نحن طفل عمره 3-4 سنين بيشوف قطعة خبز على الأرض بنقول له حرام حرام شيله، بيشيله بيبوسه 3 مرات وبيحطه على طرف. طب هذه أخذها عادة وأصبحت عادة متوارثة، أخذ من أمه، أخذ من سته، وأخذ من أخوه الكبير. طيب ليش أنا ما أنقل هذه العادات إلى عادة الاستهلاك وعادة الترشيد وعادة، يعني أنا أوضع عادة جديدة في الأبناء الصغار. هذا وضع العادة الجديدة من مسؤولية الأم، من مسؤولية المدرسة، من مسؤولية وسائل الإعلام، من مسؤولية التربية، من مسؤولية كل الوزارات المعنية. أنا شلون بدي أوضع فيه العادة؟ العادة إلنا تأتي من خلال الملاحظة، من خلال التدريب، من خلال التعليم، ثم تصبح عادة راسخة. يعني مش إنه بتجي هيك، لكن أنا بدي خلي الكبير الولد الصغير يشوف الكبير شلون عم يتعامل باحترام مع ربطة الخبز، مع قطعة الخبز، يتعامل معه بمحبة، يتعامل معه بتقديس، مش إني أنا بوسة وحطه على طرف وبعدين أي صار عندي فائض روح كبه. لا، هذا الكلام ما بيصير، تناقض يمكن عم بيصير. خلينا نحكي، بما أنه حكينا عن دور العائلة، دور المدرسة والقطاع التربوي أيضا بهذا المجال، يمكن الاستهلاك يمكن الخبز المدعوم بشكل يناسب العائلة وبشكل سلوك تربوي يعني ينعكس إيجابيا على الطلاب حتى يتعلموا قيمة هاي الخبز هاي المادة. تمام. هلأ المدرسة والسلك التربوي بشكل عام مهمته غرس كل العادات الإيجابية وترسيخ هذه العادات. من هذه العادات الإيجابية عادة استهلاك الخبز. يعني مثلا مدرسة تشوف طفل حامل سندويشة أكل نصها كب نصها، طيب هذا السلوك من المفترض أن المعلمة ما تسكت، انه تاخده للولد تفهمه قديش مهمه هي القطعه اللي انت تركتها. ليش ما تشوف مين عندك ولد من رفقاتك ما معه سندويشه اقسمه بالنص. تماما. اعطيه نص. هذا سلوك تربوي، هذا سلوك يجب ان يعلم من سنوات الحياه الاولى من خلال مراقبه المعلمين والمدرسين والاهالي لسلوك الاطفال وشلون بيتعاملوا بالخبز. يعني حاطين نحن وجبه، اجى ولد قسم نص الخبزة وكب النص الثاني، أنا ما أسكت هون، لا يا حبيبي هذه الخبزة ممكن اليوم لقيناها لازم نخبيها، لازم نحترمها، لازم نتعامل معها بتقديس، الخبز كريم، الخبز مكرم بكل الأديان، الخبز مكرم. يعني نعمة كمان هي، يعني إنه نعمة من الله، يعني وإنه نعمة بالبلد هي. نعمة بالبلد، الله أنزل بركته عليها من السماء وأخرجها من الأرض، يعني كل الأديان تقدس الخبز، بكل الأديان الخبز له حالة خاصة. صحيح. وفي بالأديان له وضع خاص، ويتعامل تتعامل بعض الأديان مع الخبز بشيء خاص. فالخبز مكرم والخبز مقدس، والخبز يجب ألا يهدر بهذه الطريقة، ومن الإجرام وحرام. شلون أنت بترمي نصف ربطة خبز أمام الحاوية؟
يعني شلون الواحد هيك بيفكر هيك، شلون بتاكلي نص الخبزة وبتكب الداير لبرا؟ شلون انت باتت الخبزة شوي رحتي قلتي يلا حطيتها بالزبالة؟ هي السلوكيات يجب ان تتغير لانها سلوكيات غير سوية، هذا سلوك شاذ عند الانسان. صحيح. لان الانسان الذي لا يقدر النعمة تزول، لانه بالشكر تدوم النعم. صحيح. وان شكرتم لازيدنكم. صحيح. فانت لما بيكون بين ايديك 3-4 ربطات خبز فهذه نعمة يجب ان وتشكريه على توفرها بين يديك كي لا تزول، فعلا بالشكر تدوم النعم. والإنسان اللي ما بيشكر النعمة تزول من بين يديه، وهذا كلام علمي وليس كلام عاطفي. أكيد. نعم. أكيد دكتورة، ومثل ما قلتي الخبز مكرم بكل الأديان مثل ما قلتي، بس خلينا نحكي نقطة كتير مهمة، هي أساسا هي الثقافة وإلغاء السلوك السيء هي عملية تشاركية تربوية، إن كان من العائلة من المجتمع من المدرسة. قديش فيني أنا اليوم أوصل لهذا الوعي الجمعي للتخلص من هاي العادات السيئة اليوم؟ هلأ حتى نوصل لهذه الحالة في عنا نحن بدنا نحط، هلأ ما في، ما حصل أنا شفت ولا بأي دولة عربية ولا عنا ولا بوزارة الإعلام أي برنامج له علاقة بترشيد استهلاك الخبز، ولا شفت. هلأ نحن متوفرين موجودين اليوم لنحكي اليوم، هي أول اليوم مرة موجودين لنحكي. أول مرة بحياتي بنشوف أنه بمؤسسة إعلامية أو بمحطة بتحكي عن موضوع ترشيد الخبز، وهذا أمر إيجابي وهذا يعني. أمر جيد. يعني نحن دائما بنشوف إعلانات ترشيد الكهرباء، ترشيد المياه، طيب ترشيد الخبز؟ الخبز مادة متوفرة بكثرة، والدول دولتنا خاصة بظل هذه الظروف تبذل مجهود كبير في تأمين يعني ما يحتاجه المواطن وزيادة. فلذلك نحن من المفترض أنه لا يمنع نعمل برامج قصيرة، نعمل ندوات قصيرة، نعمل بعض المحاضرات المحدودة، نعمل بجزء من الحصة المدرسية في كل مدرسة في كل أسبوع، نعمل ندوات نوضح في هذه الندوات قديش إنتاج الرغيف يكلف، وقديش نحن حتى يوصل على إيدينا وناكل وما نخسر قديش عم نبذل مجهود. لذلك نحن مفروض بحملات التوعية، بحملات تدريب بالمدارس بالإعلام، ممكن نحن نوصل على نتيجة أنه موضوع ثقافة استهلاك الخبز وترشيد الخبز وناخد حاجتنا من الخبز، هذا أمر ممكن نوصل على نتيجة إيجابية. أكيد. وبالإضافة إلى مراقبة وملاحظة سلوك أبنائنا في التعامل مع الرغيف، يعني التعامل بدنا نبلش من البيت، التعامل مع الرغيف الأساسية. نعم. المجتمع هي العائلة، من الأم، من البيت. نعم، من الأم ومن المدرسة نشوف شلون ابننا يتعامل مع الرغيف، مش انه اي انا حطيت لك رغيف خبز ورحت، لا، شوف شلون بده ياكله، شلون يتعامل معه. موضوع تربوي، نحن من ربي الطفل من ربيه على احترام النعمة، على تقديس النعمة من خلال ملاحظة سلوكه، تعليمه، تدريبه، تصحيح الأخطاء. يعني كب نص الرغيف، لا أنا بدي صحح له. فالندوات والإعلام والمدرسة والتربية كله بيساهم على أني أنا احترم الرغيف وشلون اتعامل معه، لأن إحنا ما بنقدر نعيش بلا الرغيف. وهلأ اللي باقي عنا هلأ والله هذا الرغيف أكثر من الرغيف، يعني هلأ شو بيقلك خبز وزيتونة، خبز وزيت. صح. يعني أكثر من هيك لسا، لا، خلينا يا ناس ندير بالنا للرغيف حتى يضل متوفر بين ايدينا وما نخسره، ونحمد الله على انه أكيد. ما زال الرغيف موجود بين ايدينا الى هذه اللحظة وسيبقى ان شاء الله. اكيد اكيد دكتور، يعني مثل ما قلتي بالشكر تدوم النعم، والخبز بركة، بركة البيت، ومثل ما قلتي هو الشيء المشترك بين الغني والفقير، فان شاء الله بيدوم هالنعمة علينا. بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، لكن بالاخير بدنا منك كلمة لنصائح هيك لكل عائلة اليوم على عدم مثل ما بيقولوا انه هذا البطر باستخدام الخبز، بدنا ترشيد استخدام الخبز واستهلاك الخبز بشكل يتناسب مع العائلة والمجتمع. نعم، بتمنى انا من كل العائلات اللي عم يسمعونا انه انت ما يعني حاجتك ربطتين، خذ ربطتين، لانه الربطة الثالثة رح تنكب. هذا يعني الاستعجال، الكم الزائد، الكم الزائد في اخذ الخبز، لا انت يعني ما تطلع ما تست
لا تدير اذنك الى الجهات الاخرى، لا تدير اذنك الى الاقاويل الموجوده، الخبز متوفر وبيكفيك اذا اخذت حاجتك في اليوم واخذت الحاجه طريه افضل من انك تتركها عندك بيتي. يفضل انك تراقب اولادك في طريقه استخدام الخبز، يفضل انه نحن نتابع مع ابنائنا كيف بيتعاملوا مع رغيف الخبز وكيف انه يحترموا ويقدروا، ونحاول قدر المستطاع الزائد من الخبز لا يرمى امام الحاويه ولا في القمامه. صحيح. يعني يتم تيبيسه بطرق معينة، يتم تيبيسه بطرق معينة، يوزع على مربية المواشي، يوزع بأماكن أخرى، يستخدم في إعادة تدوير. يعني إعادة تدوير الخبز ليس خطأ. صحيح. تيبيس الخبز ليس خطأ. فنحن خلينا في كثير من الأكلات الشعبية في كثير يمكن منحبها فيها حتى أكل في ناس صحيح. كثير بيحبوا الخبز اليابس، وفي ناس كثير بياكلوا خبز اليابس مع حتى بعض الأكلات، حتى بقايا الخبز كنا عصوبيا نحطونهم كلهم سخنين تماماً. فيهدوا حالهم، يكونوا على مطمئنين، ما في داعي للقلق ولا التوتر. الأفران موجودة 24 ساعة، خلينا ناخد حاجتنا وخلينا نعود ابننا، ما في داعي للطمع. يعني ما في داعي للطمع تاخد 4-5 ربطات وغيرك ما ياخد ربطة، لا داعي للطمع، تكفيك ربط حاجتك ويكفي ذلك. صحيح. وحرام اساسا مثل ما قلتي، حرام هدر النعمة، هدر الخبز النعمة. وهيدي ثقافه وعينا عليها ونحن صغار، حرام نكب الخبزه الصغيره، يعني مستوى قطعه صغيره كنا ما نقدر نكبها، نبوسها ونحطها على جنب ونخبي خبزاتنا البيتات لاخر الاسبوع لناكل منهم الفته الشاميه. بالختام بدنا نشكرك دكتوره على وجودك معنا، ومثل ما قلتي الله يديم هي النعمه علينا يا رب، لانه فعلا هي نعمه ولازم نحمد الرب عليها. شكرا كثير لك. يا اهلا وسهلا. شكرا لوجودك معنا وعلى كل النصائح اللي اعطيتينا اياها. شكرا لك.